قلناك تفضل يا ودي تفضل. إذن مهدي خلينا مهدي. إذن قلت هذا تجمع ولاية الصيف، هذا تجمع ولاية الصيف. نحن الآن في تجمع ولاية الصيف بمقاطعاتها الإدارية الثلاث وببلدياتها المختلفة. أردنا أن يكون التجمع في العلمة رمز على كل بلدية الصيف المختلفة وبكل أبنائها وبنات ولاية الصيف اللي الآن مرحبين بنا في أكثر من 1500 شاب وشابة وكهل. إذا قلت قالوا لنا ننساو، كيفاش نقدروا ننسو ونلقى مجازر 45 ماي، مجازر ماي 45 اللي ماتوا فيها 45 ألف شهيد جزائري وجزائري، كيفاش نقدروا ننساو وكيفاش نقدروا نتجاوزوا على جرائم الاستعمار؟ وللآن أبناء المستعمرين ملاحقين أول البارح في البرلمان الأوروبي، كيفاش نقدروا ننساو؟ وين ما نمشوا نلقاو دماء الشهداء مازال تسيل وتنزف، كيفاش نقدروا ننساو وما كانش شي ولاية نزلية فيها وما عطاوناش بيان أول نوفمبر؟ قالوا لي وراك رايح اليوم؟ قلت لي من مدينة العلمة، تجمع المركزي تاع ولاية الصيف لكل بلدياتها دايرين اليوم في بلدية العلمة المضيافة. واللي ما يعرفش الولاية المنتدبة للعلمة، ما كانش واحد في الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا، وما كانش واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وما كانش واحد في الصين الشعبية، وما كانش واحد في أمريكا اللاتينية، وما كانش واحد في أفريقيا ما يسمعش بواحد يسموه مسعود زوقار، مستحيل. اليوم رانا في مدينة مسعود دايرين هذا الاجتماع اللي صدع رؤوس الدول الغربية وصدع رؤوس المستعمر الصهيوني وصدع رؤوس الدول الاستعمارية، وهذه هي الدبلوماسية اللي نتكلموا عليها، الشعبية أو الدبلوماسية نتاع الزوي اللي طاسون الأمن القومي، أو الدبلوماسية نتاع رجال الأعمال، أو الدبلوماسية نتاع الجمعيات، أو الدبلوماسية نتاع الشخصيات اللي تتكامل مع دبلوماسية الدولة وتضافر معها من أجل صيانة الأمن القومي
من أجل أن تبقى الجزائر رأسها مرفوع بين الأمم، من أجل تحسين صورة الجزائر في كامل الكرة الأرضية. ومن هذا المقام، رغم اختلافي مع حكومة بدوي، أتقدم بالشكر الجزيل لبيان وزارة الخارجية بالأمس رداً عن بيان برلمان أوروبا. أتقدم بالشكر الجزيل لمستوى الخطاب الذي يتماشى مع حراك 22 فبراير في رفض الذلة، في رفض الخنوع، في رفض النوم، في رفض التردد، في رفض التراجع، وإنما الجزائر دائمة مقدامة صانعة للحدث. اليوم راني في ولاية الصيف بكل بلدياتها، شاكرين لهذا التجمع الضخم الحاشد، وأذكر وأتقدم بالشكر الجزيل أن ولاية الصيف كانت لها الصدارة في جمع التوقيعات. لا أتكلم عن أي بلدية، وإن أتكلم على ولاية الصيف اللي كانت عندها الصدارة قاربة 10,000 توقيع في التسقيات. كيفاش نزور ولاية الصيف ونذكر مسعود وما نسمحوش لأنفسنا باش ننساو الفضيل والجلالي ابن الولاية ناطق باسم جمعية العلماء المسلمين، الشاب القريب من الشيخ عبد الحميد بن باديس، الأمازيغي الحر الذي رفع راية الإسلام وراية الجزائر وراية العروبة في دمشق وفي مصر وفي اليمن. اليوم احنا بولاية الصيف في بلدية العلمة ما نقدروش ننساو الممرضة يمين الشراد، كانت ممرضة وبهمتها العالية أشرفت على المستشفى الميداني لأول مستشفى في الولاية التاريخية الثانية لثوار نوفمبر 54. احنا اليوم في بلدية العلمة، كي نقول بلدية العلمة أنا راني حشمان مش قادر نقول الولاية المنتدبة، لازم كي نقول الولاية ما نقدرش نقول الولاية المنتدبة، درك راني نقول البلدية. كي نقول العلمة نقول هي القطب التجاري العملاق اللي ما يوازيش قطب في الجزائر بأكملها، وموش بأموال العصابة. وأنا شاهد في التسعينات عندما كان الدم وعندما كانت الناس في السكوار تحول بالأموال تاعها وهاربة من وراء البحار، تعرفت على مجموعة من الشباب وإن شاء الله كاين من اللي الآن موجود هنا، كانوا في عمر 24 و23 و25 من العلمة ومن ولاية الصيف ماشيين لآسيا والخليج العربي ويتاجروا، وقت اللي كان الحصار مضروب علينا من أوروبا كان الفضل لهذه الولاية كسر
الحساب التجاري على الجزائر بأكمله. ما هيش مستحقة باش يديرلها مركز تجاري بمواصفات عالمية. حرام حرام أن في مدن ما تجيش قد بلدية تصطيف تلقى فيها عشرات من المراكز التجارية وقطب تجاري مثل العلمة ما فيه هنا مركز تجاري واحد بمواصفات عالمية. وما نجحتش الولاية بمنطقتين صناعيتين وبأكثر من 13 ولا من 15 منطقة نشاط إلا بسواعد أبنائها، إلا بتحرير المبادرة، إلا بحب هذه الولاية وهذه البلدية وحب هذا الوطن. وإلا لو كان داروا كما بعض الناس الآخرين خذوا أموالهم وهربوا للخارج، ولكن هم أموالهم استثمروها في بلادهم. والنتيجة إذا كانت نسبة البطالة في عموم ولايات الجزائر كدولة هي بحوالي 12% وفي نسبة الشباب 30%، فبفضل الله ثم جهود هؤلاء الشباب نسبة البطالة في الصيف بحدود 5% ولله الحمد. هذه مفخرة، هذه بسواعد رجال بهمم عالية مش بأموال السرقة بتاع العصابة وهربة خارج الوطن. إذا كنا ولاية الصيف ما نقدروش ننساو اللون الأسود، اللون الأسود واللون الأبيض وفاق الصيف اللي شرف العالم الوطني ورفراف في افريقيا وفي عديد من المباراة. فريق اللي يقهر مرادو مش عيب الآن في مرتبة 13. هسيت يكون جماعة العصابة عطاو شوية دراهم يكون هزوا فيه، كون راه رافع لنا الإعلام من جديد في افريقيا وفي كل الأماكن. ولكن للأسف الشديد احنا دائما نعطوا الأموال للجهات اللي ما تستحقهاش. إذا قلت اليوم يوم 29 وأنا في بلاد الفضيل وفي الولاية الكبيرة اللي كان ينتمي إليها الشيخ البشير الإبراهيمي، واليوم 29 هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نقول بأنني وبإذن الله تعالى سوف أبقى وفيا لهذه القضية وأعتبرها قضية الأمة الجزائرية اللي هي القضية الفلسطينية. سوف أبقى وفي لأمانة الشهداء، وأمانة الشهداء كانت تعتبر فلسطين جزء من الأرض الجزائرية إذا لم تتحرر، وكانت تعتبر بأن استقلال الجزائر غير كامل إلا إذا استقلت أرض فلسطين الشاهدة علينا إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، اليوم هناك ناس ناضلوا ووصلنا بفضل الله إلى هذا الأمن والاستقرار اللي ما لازمش ننسوه.
كاين خليني نكمل خطاب يس كي نكمل درك نتلاقى انا وياك يا سي الحاج درك كي نكمل نجيك ورواحنا قصيره خلي نكمل خطاب لا لا درك نجيك انا ونتفاوض درك نجيك ونكمل معك خطاب اذا قل ما لازمش ناس اوفياء وطنيين وقفوا على هذه البلاد في العشريه الدمويه وغامروا بانفسهم سواء شنابط او حرس بلدي سواء ناس متطوعين سواء ناس في افراد الجيش الشعبي الوطني سواء ناس في اجهزه الامن سواء جزائريين احرار سواء امهات بطلات سواء شباب كل الجزائريين والجزائريات ليقفوا صفا واحدا لحمايه الامن واستقرار هذا الوطن اليوم التحيه كل التحيه ومن ليس له حقوق يجب ان تعطى له حقوقه كامله 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 جزائريين وشفنا منهم ثلاثة داخل القاع ويمكن أكثر ضد الانتخاب حنا نقولوا لهم راك مخاوتنا حنا نقولوا لهم راك محبابنا حنا نقولوا لهم مهما اختلفنا فأنتم شركاء لنا في هذا الوطن حنا نقولوا لهم حنا اخترنا كجزائريين من ولاية الصيف ببلدياتها باش نديروا التجمع في هذا القاع وانتم راكم موجودين في مكان اخر داير التجمع ما بعثنا حتى واحد دار عليكم تشويش ولو كان واحد من عدنا ومن حملتنا راح واعتدى عليكم حنا متبرئين منه متبرئين منه الى يوم الدين وانتم اللي في الانتخابات لو تجونا نسمحوا لكم تتكلموا لو تنتقدونا نقبلوا النقد نتاعكم لو لا قدر الله تقصوا علينا ونقول لكم سامحكم الله لو لا قدر الله ترمونا بحجرات كما رمونا في افلو ونقول لكم مسامحينكم دنيا واخره لو يعتقلوكم الامن نطلب من الامن ومن القضاء يتلكم لان احنا مسامحين الجزائر تسع الجميع الحرية تضمن جميع الجزائر يعبروا على آرائهم بكل حرية ولكن ما تجي تصادر لي رأي ما نجي تصادر لك رأي ما نجي نعتدي عليك ما تجي تعتدي عليا ما نجي نظلمك ما تجي تظلمني واللي يحكم بيناتنا هو الصندوق الشعب الجزائري إذا الشعب الجزائري مشى الانتخابات اللي اعطاه الصندوق مبروك عليه اذا الشعب الجزائري ابطل الانتخابات انا اول واحد نقول راني ماشي مع الشعب الجزائري ضد الانتخاب اذا حريه عندها حدود حريه تعبر على رايك حريه لا تعتدي على الاخرين الحريه تتناقشوا مع بعض واللي لقيناها راي صواب ينفع هذه البلاد ديروه وعمرها كانت الحريه هو الاعتداء ولا التسفيه نحن كلنا ولا زلنا رمز من رموز 22 فبراير كلنا ولا زلنا رمز من رموز 22 فبراير
مسيراته المليونية المتسامحة بمسيراته السلمية المليونية اللي كل جزائري يحب يرفع فيها شعار يرفع واحد ما يمنع به. هذه هي الجزائر الجديدة اللي نؤمن بها واللي رايحين إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى بكم وبأمثالكم المئات وأحيانا الآلاف اللي مشوا معنا التقونا في قاعات ومشوا معنا في مسيرات نبنوها مع بعض، وليس ولاية وليس جهة وليس بلدية وليس ثقافة الدوار. فالجزائر هي أرض الجميع، والعلم هي بلدية لكل بلدية الصيف، وعلم المال هي بلدية لكل بلدية الصيف. والصيف اللي آثرنا ما نديروش فيه اليوم لأنني ما عنديش كثير من اللي درت فيه تجمع، هي بلدية لكل بلدية الصيف ولكل شعب الصيف. كما أن العلم هي سوق تجاري وقبلة تجارية لكل الجزائريين والجزائريات. الجزائر هي ملك للجميع، ومش لازم نمنع حتى واحد جاي الحمام السخنة نقول له انت ماكش من الحمام السخنة ماكش من الصيف باش تحب، ومش لازم واحد جاي باش يتبضع ويشري بضاعة من العلمة نقول له يا ولدي ورينا بطاقة التعريف بتاعك انت ماكش من بلدية العلمة ممنوع باش تشري بضاعة من العلمة. العلمة هي لكل بلدية الصيف، وهذا أولاد الصيف العالية. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسهل ربي يسهل ان شاء الله.